وللحديث أكثر عن أنشطة ميليشيا الحوثي المشبوهة لتوفير السلاح اللازم لشن هجماتها الإرهابية ضد الشعب اليمني أولا وجيرانها ثانيا، ينضم إلينا الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي اليمني عبر الخط الهاتفي من إسطنبول. مرحبا بك معنا سيد محمد. مرحبا بك أخي العزيز، مرحبا بك والمشاهدين. أهلا بكم. أنشطة مشبوهة تتمثل في تهريب السلاح لشن هجمات على اليمنيين، بداية واقع ضبط السلاح المهرب للحوثي، هل هي واقعة فريدة أم سبقتها العديد من الوقائع؟ الحقيقة أن هذه الخلية التي ضبطت مؤخرا من قبل قوات المشتركة في الحديدة ليست الأولى من نوعها، هناك عمليات تهريب سابقة حتى قبل انقلاب ميليشيا الحوثيين على الدولة، كان هناك سفن إيرانية ضبطت وعلى متنها خلايا من عناصر الحرس الثوري الإيراني، وكان هناك عناصر معتقلة في جهاز الأمن القومي اليمني المخابرات، وعقب انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة وحربها على المجتمع اليمني أطلقت سراح هذه العناصر واستمرت عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثيين حتى مع فرض حصار جوي وبحري للأسف من قبل التحالف، لكن هذا للأسف هذا الحصار أو الحظر لم ينجح في وقف عمليات التهريب، والسبب يعود بنظر العديد من المراقبين أولا لطبيعة هذه الميليشيا الفاشية في يعني طبيعتها العسكرية ورغبتها في استمرار الحرب والصراع، وهي بطبيعة الحال تعمل في اليمن بالوكالة لإيران ولا تملك قرارها حقيقة، حتى مع الحديث اليوم عن تسوية أو قرب تسوية بوساطة المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث، لكنها مستمرة كما يبدو وكما هو طبيعتها التكوينية والفكرية والسياسية. هذه الميليشيا خلقت لتحارب فقط، لتمضي في العنف في طريق العنف والقتل والدمار، ولا تتوقف على الإطلاق ما لم يتم سحب السلاح من يدها. نعم. ومنعها على ذكر أن السلاح تكون سلطة. نعم. في أو أن يكون لها سلطة في محافظة. نعم. استراتيجية كمحافظة الحديدة. طبعا محافظة الحديدة على ذكر هذا السلاح، ما أثر ضبط هذه الأسلحة وغلق المنفذ على قدرات الحوثي التسليحية مستقبلا؟ يعني أعتقد أنه طالما لا يزال تحت سيطرة الميليشيا الحوثية محافظة الحديدة الاستراتيجية والتي تضم ثلاثة موانئ مهمة ورئيسية في البلاد، ميناء الحديدة والذي تمر عبره معظم الواردات إلى اليمن، وميناء الصليف وميناء رأس عيسى، هذه الثلاثة الموانئ في محافظة الحديدة هي المنافذ لتهريب الأسلحة للحوثيين. كما قلت للأسف التحالف لم ينجح في منع وصول إمدادات السلاح وتهريبه لميليشيا الحوثيين، هناك العديد من الإخفاقات في أداء التحالف وسوء إدارته للمعركة أضر في الحقيقة بقضايا عديدة، من بينها أيضا مسألة استمرار تهريب السلاح لميليشيا الحوثيين. نعرف أن هناك بعض الأطراف داخل التحالف أيضا لديها رغبة على ما يبدو في استمرار ميليشيا الحوثيين كسلطة في بعض المناطق الكثافة السكانية من أجل حسابات معينة، وهي التي عملت هذه الأطراف على تقويض حضور الدولة اليمنية في المناطق المحررة، وهذا ألقى بظلاله أيضا على مسار المعركة لإنهاء مشروع الحوثي. أود هنا أن أشير إلى هذه الخلية، زعيم الخلية نفسه كان قد سافر إلى إيران وتلقى تدريبات هناك على مسائل التمويل حسب اعترافات الخلية. أستاذ محمد. نعم. وبالتالي يعني هذه الخلية جزء من نشاط مستمر ومستند لميليشيا الحوثيين للحصول على الصوت ليس على بيورام. أستاذ محمد اسمح لي بطرح السؤال التالي لعل الصوت يكون أفضل في اللحظات القادمة. نحن تحدثنا عن قدرات تسليحية لهذه الميليشيا، في ناحية أخرى كيف ترى سير المعارك على جبهة مأرب؟ ما يتعلق بسير المعارك في محافظة مأرب، الجيش الوطني هناك صد كثير من زحوفات الميليشيا الحوثية وتصعيدها العسكري في الأسابيع الأخيرة بمساعدة
عنادات ركان القبائل. نظرا لسوء الصوت من المصدر، أشكرك أستاذ محمد الأحمدي الصحفي اليمني، كنت معنا على الخط الهاتفي من إسطنبول.